مساء الخير عليكم مشاهدي قناة الحياة، وأهلا بحضراتكم في يوم جديد من فقرة الصحافة في برنامج الحياة في مصر. النهاردة في مناسبة تانية اهتمت بيها الصحافة زي ما اهتمت امبارح بحفل تخرج طلبة كلية الشرطة، وهي حفل تخرج دفعة جديدة من دفعات الكليات والمعاهد العسكرية، واللي بيحرص دايما الرئيس عبد الفتاح السيسي على المشاركة فيها لأهمية الحدث وتقدير الدور القوات المسلحة مصنع الرجال وعرين الأبطال. والرئيس السيسي زي ما عودنا في هذه المناسبات بيبقى حريص دايما على توجيه رسالة للدنيا كلها يؤكد فيها ان الجيش المصري هو الدرع الحامي للشعب والأراضي المصرية، وأفضل ما في الحفل هو القسم اللي بيأديه شباب مصر أمام الرئيس، واللي أنا شخصيا حابة أقوله لحضراتكم وهو أقسم بالله العظيم إنني سأحافظ على أمن مصر وسلامتها حاميا ومدافعا عنها في البر والبحر والجو داخل وخارج الجمهورية، مطيعا للأوامر العسكرية، منفذا لأوامر قادتي، محافظا على سلاحي لا أتركه قط حتى أذوق الموت، والله على ما أقول شهيد. وإحنا من وراء القول شهداء على قسم هؤلاء الأبطال اللي بنهنيهم بانضمامهم إلى صفوف القوات المسلحة بعد التخرج. تعالوا بينا نبدأ أول فقرة في برنامجنا وهي المانشيتات، وأول مانشيت معانا النهاردة هو، وزي ما قلنا لحضراتكم في الأول، حضور الرئيس السيسي حفل التخرج كان محل اهتمام كل الصحف، واللي اهتمت كمان باللي قاله الرئيس السيسي خلال الاحتفال. جريدة اليوم السابع أبرزت تصريحات الرئيس السيسي واللي أكد فيها أن مصر واجهت 21 ألف شائعة خلال 3 شهور بهدف إسقاط مصر وتصدير اليأس والإحباط لدى الشارع لخلق نوع من عدم الثقة بين الشعب وقيادته. وقال الرئيس السيسي كمان في تصريحاته إن الشائعات هي الخطر الحقيقي اللي بيواجه بلدنا، ومصر واجهت خلال السنوات الماضية تحدياً من أخطر التحديات في تاريخها الحديث، وهي محاولة إثارة الفوضى. وفي تصريحاته أيضاً أكد الرئيس السيسي إننا بننفذ برنامج إصلاح شامل يراعي محدودي الدخل. ومنسيش الرئيس السيسي كما ذكرت جريدة اليوم السابع الحديث عن ذكرى ثورة 23 يوليو، وقال الرئيس السيسي إن يوم 23 يوليو من كل عام بيثير في نفسه مشاعر الفخر والكرامة باستعادة الاستقلال الوطني، ومحمد نجيب وجمال عبد الناصر وأنور السادات حملوا رؤوسهم على أيديهم من أجل الوطن. وإلى جريدة الأخبار، والرئيس السيسي خلال كلمته في حفل تخرج دفعات من الكليات العسكرية والاحتفال بثورة 23 يوليو، ثورة يوليو غيرت واقع الحياة على أرض مصر، ومصر غنية بأبنائها الأوفياء، والشعب يضع ثقته في قواته المسلحة. دي كانت تصريحات نقلتها جريدة الأخبار عن الرئيس السيسي خلال حضوره حفل تخرج 6 دفعات من خير أجناد الأرض، واللي قال فيها كمان إن ما كانش قدامه إلا طريقين، إما مصارحة الشعب بالحقائق أو اتباع سياسة بيع الأوهام، وطبعا اختار طريق مصارحة الشعب بالحقائق لأن الشعب المصري بيستحق المصارحة والشفافية. ومن جريدة الشروق فنقلت عن الرئيس واجهنا 21 ألف شائعة خلال 3 شهور، إن تفكيك الدول من الداخل هو الخطر الحقيقي اللي بيواجه بلدنا. وفي الوطن الرئيس يحذر من تفجير الدول داخليا، ومصر واجهت 21 ألف شائعة في 3 شهور. السيسي يحتفل في حفل تخرج طلبة الكليات العسكرية ثورة 23 يوليو حققت تغيرات جذرية. دي أهم تصريحات نقلتها جريدة الوطن عن الرئيس السيسي النهاردة، واللي حذر فيها من خطر تفجير الدول من الداخل بالضغط والشائعات والأعمال الإرهابية والإحساس بالإحباط، وقال إنه خطر حقيقي تمر به بلدنا والبلاد المحيطة بها، وأكد أن مصر تمر بأخطر التحديات اللي فرضت على الدولة، وهو محاولة إثارة الفوضى وعدم الاستقرار في الداخل. أما في جريدة الدستور كانت الجريدة رائعة في توصيف الحدث اللي شارك فيه الرئيس السيسي النهاردة،
ونشرت صورتين للرئيس السيسي والرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكتبت فوق صورة الرئيس السيسي وهو بيحتفل بأبطال الكلية العسكرية أثناء تخرجهم أبو الرجال. أما الصورة الثانية طبعا عشان مناسبة ذكرى 23 يوليو فكتبت فوق الصورة ونس عبد الناصر، وده ملف بيتكلم عن الوثائق العائلية النادرة بخط يد الزعيم جمال عبد الناصر. أما في المصري اليوم كمان ملف عن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعنوان 66 عاما في حلم ثورة 23 يوليو. جمال الحفيد يتحدث عن جمال الزعيم، أفكار جدي لا تزال حية، ونقلت الجريدة تصريحات الرئيس السيسي اللي قالها النهاردة خلال حفل تخرج دفعة جديدة من كليات العسكرية. وكان من أهم المشاهد منح الرئيس قلادة النيل للعقيد يوسف صديق أحد رموز ثورة يوليو، ونوط الواجب العسكري لأوائل خريج الكليات العسكرية، وأطلق اسم المشير طنطاوي على الدفعة 112 حربية والدفعة 47 معهد فني، واسم المشير فخري محمد علي فهمي على الدفعة 46 دفاع جوي والدفعة 69 بحرية. وإلى أخبار الحكومة النهاردة، وخبر بيهم قطاع كبير من المواطنين، وهو إطلاق وزارة الصحة أول تطعيم ضد شلل الأطفال باستخدام الحقن للأطفال اللي عندهم 4 شهور في كل الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية. والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة قالت إنه هيتم توفير التطعيم ده بالوحدات الصحية ومراكز التطعيمات بالمجان. وكمان في ملف الصحة في خبر مهم بجريدة الأخبار عن منظمة الصحة العالمية اللي أكدت فيه إن مصر أنجزت المسح الصحي القومي لعام 2017 في وقت قياسي، وإن المسح اللي أجرته مصر ده يعد إنجاز كبير ليس بقدرة أي دولة أن تنجزه في هذا الوقت، فإن مصر لديها القدرات والخبرات الوطنية اللي تؤهلها لاحتلال مكانة مهمة في قطاع الصحة على المستوى العالمي. واهتمت جريدة وفي الشروق اهتمت الجريدة أيضا بنتيجة المسح الصحي القومي العام 2017 اللي أعلنته وزارة الصحة وأشادت فيه منظمة الصحة العالمية. وقالت الجريدة إن المسح اللي أجرته الوزارة أثبت إن 90% من المصريين ما بيحصلوش على تغذية سليمة، وإن 85% من الوفيات سببها الأمراض الغير معدية. ولسه بنتابع مع حضراتكم الملف الصحي وأهمها تنفيذ مؤسسات الدولة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتهاء من قوائم الانتظار لمرضى العمليات الجراحية الحرجة وفق برنامج زمني محدد. ده في الوقت اللي وجه فيه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قطاع الخدمات الطبية بالوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة لاستقبال حالات المرضى، وبالفعل استقبلت مستشفى الشرطة بالأسكندرية 5 حالات من القائمة المحددة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم تمهيدا لإجراء العمليات الجراحية لهم. اسمحوا لينا نتابع التقرير اللي جاي عن مساهمة الداخلية في مبادرة الرئيس للانتهاء من قوائم الانتظار لمرضى العمليات الجراحية. من منطلق الدور المجتمعي لوزارة الداخلية للمساهمة في توفير الرعاية الطبية للمواطنين، وفي إطار المشروع القومي الذي تشارك فيه مؤسسات الدولة بتوجيه من رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار لمرضى العمليات الجراحية الحرجة وفقا لبرنامج زمني محدد، فقد وجه وزير الداخلية قطاع الخدمات الطبية بالوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة فيما يخص حالات المرضى. بناء على توجيهات السيد الرئيس تبنى المبادرة الرائعة دي ان احنا قضاء على قوائم الانتظار. كلنا طبعا كوزارة الداخلية او كل المؤسسات الطبية في الدولة هتتكاتف مع بعضها لحد ما تنتهي قائمة الانتظار ان شاء الله. النهاردة الحمد لله شفنا اول 5 حالات، نظرنا الحالات بالفحص الاكلينيكي واخدنا منهم تاريخ طبي كامل، تمام، وان شاء الله باذن الله هنعمل لهم الفحوصات الطبية اللازمة. قمنا بفحص الحالات، كشف عليها وعمل الرسومات القلب والابحاثات المطلوبه تمهيدا لان احنا نتم العمليات الجراحيه والاساطر المطلوبه للمرضى.
في هذا الصدد وتنفيذا لهذه التوجيهات فقد استقبلت مستشفى الشرطة بالإسكندرية 5 حالات من القائمة المحددة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة كبداية لتنفيذ التوجيه الرئاسي، وتم إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة تمهيدا لإجراء العمليات. بعاني من مرض قصور الشريان التاجي بقالي سنة وشوية وعلى قوام الانتظار، وشفت مبادرة السيد الرئيس على شاشات التلفزيون 24 ساعة، أقل من 24 ساعة كنت في المستشفى اهو وبتعمل الفحوصات وهيتعمل العملية. سمعنا بالمبادرة بتاعة الرئيس مع وزارة الصحة بتنفيذ قوائم الانتظار بتاعة المرضى، فأنا قدمت للحد ده أقل من 24 ساعة. في حد اتصل من امبارح الساعة 3 العصر، في حد اتصل عليا قال لي احنا مستشفى الشرطة وتتفضل حضرتك تجيب الحاجة وتجيب الأوراق بتاعتها اللازمة وتيجي تتفضل عندنا. فأنا جيت على الميعاد. مبدئيا أنا ما طلتش متوتر إن هم يتصلوا في أقل من 24 ساعة، لأن أنا قدمت حوالي الساعة 1 بالليل، الساعة 3 العصر تاني يوم لقيتهم بيتصلوا عليا. فاحنا بنشكر الرئيس وبنشكركم وبنشكر على كل حاجة وتحيا مصر وشاكرين ليكم. الحمد لله احنا دلوقتي يعني في المستشفى والاستجابة والاهتمام من قبل الرئيس والمساعدين، والحمد لله على كده. وندي أمل بقى لكل اللي شبهنا كل المرضى إن الأمل موجود وتحيا مصر دائما. عندي شرياني التاجي تعبان، عندي عايزة 2 قسطرة، بقالي سنة على كده. والله خدمة لا تقدر بتمن حقيقي، يعني مصر غالية علينا واحنا ولادها ومن حقها ان تعمل كده واكتر من كده كمان، ربنا يخلينا مصر. كل ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية للتخفيف عن كاهل المواطنين والمساهمة في كل ما يخدم المجتمع. هنبتدي معاكم أول تقاريرنا اليومية في فقرة الصحافة، وهي أبرز ما جاء على مواقع التواصل الاجتماعي من أبرز الأخبار والصور والفيديوهات، منها كليب بعنوان يا سمرة واللي حقق تريند رقم 1 على يوتيوب، وكمان فيديو تم تداوله ظهر فيه شخص بيمشي على رجله وسط نهر النيل، استنى ازاي يعني بس ماشي كأنه ماشي على الأرض. خلونا نتابع مع حضراتكم التقرير اللي جاي حوالين أبرز ما جاء على السوشيال ميديا ونرجع لكم مرة تانية. أخبار وصور وفيديوهات وتعليقات ساخرة بينشروها الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، وإحنا في برنامج الحياة في مصر النهاردة حريصين إننا نقدم لكم كل جديد. كليب يا سمرة للفنان أدهم سليمان اللي محقق تريند رقم 1 على موقع يوتيوب انتشر بسرعة البرق من لحظة نزوله بين نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وبدأت التعليقات بالإعجاب بالأغنية وفكرتها، ومن ناحية تانية انتشرت التعليقات والكوميكس الساخرة والكوميدية على فكرة الكليب نفسه وأداء أدهم سليمان بالفرحة رغم كلمات الأغنية الحزينة. صغري بعشقه عنوان لفيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لأصغر مشجعة أهلوية مع والدها بالاستاد بتحضر الماتش وبتشجع الأهلي بكل حب وحماس، وتداول نشطاء السوشيال ميديا الفيديو بالتعليقات زي دي أكيد هتبقى بنت كل الأهلوية وتسلم اللي ربت. تداول نشطاء موقع فيسبوك فيديو ظهر فيه شخص بيمشي على رجليه وسط نهر النيل وكأنه ماشي على الأرض، وانهالت التعليقات ما بين استغراب وسخرية على ان ده ازاي يحصل وان ده شيء مش طبيعي، لكن كان الرد في بعض التعليقات ان ده امر طبيعي وده انخفاض في منسوب مية نهر النيل، وناس تانية قالت ان دي مواسير وسهل جدا انه يمشي عليها. نشر مصمم الجرافيك والرسام المصري محمد صلاح تصميم لترويج السياحة وزيارة المعالم الأثرية في مصر باستخدام فن الديجيتال، والتصميم بعنوان بيوتي اوف ايجيبت، وده عبارة عن اظهار محافظات مصر ومعالمها الاثرية من خلال تصميم صور لفتيات جميلة وكل فتاة بتدل على معلم من معالم مصر. وقام محمد صلاح بلفتة انسانية جميلة بنشر التصميم اخر بيشجع فيه متحدي الاعاقة من خلال صور الابطال الخارقة، وكان للتصميم عنوان ورسالة في نفس الوقت، بين الحاجات الصعبة اللي بتيجي في طريقنا ما بتوقفناش لكن بتزيد من شجاعتنا وقوتنا. ريحب عز الدين، الحياة في مصر. ودلوقتي جينا لكم للتقرير الخاص بالصحافة الغربية والعربية اللي رصدنا فيها أهم وأبرز ما جاء في الصحف دي، ومنها مقالة على صحيفة الأوبزرفر لأحد الكتاب واللي استعرض فيه آخر المستجدات في الحرب في سوريا، موضوع آخر في صحيفة ساندي تايمز بعنوان أصغر إرهابي يطلب إخفاء هويته مدى الحياة،
تعالوا بينا نشوف التقرير اللي جاي ونرجع لكم مرة أخرى. أخبار عديدة ومتنوعة تداولتها الصحف العالمية والعربية، وحرصنا في برنامج الحياة في مصر على رصدها. البداية مع مجلة فوربس الأمريكية التي نشرت تقريرا أكدت فيه أن مصر تعتبر أفضل وجهة سياحية خلال عام 2018، وأنها كانت ولا تزال مهدا للحضارة البالغة 7000 عام. وأصبح الوضع السياسي والاقتصادي في مصر مستقر وعلى استعداد تام لاستقبال أكبر عدد ممكن من السياح. وإلى صحيفة ساندي تايمز التي نشرت مقالا بعنوان أصغر إرهابي يطلب إخفاء هويته مدى الحياة، وأكدت الصحيفة أن الإرهابي الصغير الذي خطط وهو في 14 من عمره لقطع رؤوس عناصر من الشرطة البريطانية يطالب المحاكم في البلاد بإخفاء هويته. وأشارت الصحيفة أنه في حال وافقت المحكمة على طلبه فسيكون هذا قرارها الثاني في إخفاء هوية مجرم. وإلى صحيفة الخليج الإماراتية التي تناولت خبرا عن تحذير الرئاسة الفلسطينية من تداعيات أي تعاطٍ إقليمي مع صفقة القرن الأمريكية الساعية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بما يتوافق مع ما تريده دولة الاحتلال الإسرائيلية. وأضافت الصحيفة أن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردة جدد تأكيد القيادة الفلسطينية بثوابتها القومية، وهي التي ستبقي الأمل لأمة ما زالت تعاني وتحترق نتيجة عدم وصولها إلى فهم ووعي بحقيقة ما يخطط لها منذ سنوات طويلة، مؤكدا على ضرورة استعادة الروح الوطنية أمام التداعيات المفاجئة التي تتعرض لها المنطقة، وفي مقدمتها الانحياز الأمريكي الفاضح لصالح إسرائيل واختلال ميزان القوى، ما خلق مسؤوليات وأعباء ثقيلة يجب علينا جميعا مواجهتها والتصدي لها للوصول إلى بر الأمان. وفي آخر تقاريرنا فقرة الصحافة هنروح معاكم لمتابعة أبرز اللقطات الغريبة والطريفة اللي تداولها مستخدمي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من إعلان الموقع الرسمي لعمدة مدينة موسكو الإلكتروني إن مجموعة من متاحف المدينة هتوثق مقتنياتها في فيديوهات وصور لعرضها على الإنترنت، وكمان فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي لمطاردة حقيقية بين ضابط شرطة في لاس فيجاس وسيارة مشبوهة في مشهد زي اللي بنشوفه في الأفلام، وغيرها من المشاهد واللقطات اللي هنتابعها مع حضراتكم في التقرير اللي جاي. من اللقطات الطريفة اللي رصدها برنامج الحياة في مصر النهاردة، الموقع الرسمي لعمدة مدينة موسكو الإلكتروني أعلن إن مجموعة متاحف المدينة هتوثق مقتنياتها في فيديوهات وصور لعرضها على الإنترنت على موقع union.catalog.moscow.russia التاريخي اللي بيحتوي حالياً على أكثر من 7500 ملف لمعروضات تم تصويرها من 7 متاحف حكومية تابعة لوزارة الثقافة الروسية. وفي نهاية عام 2018 هيستقبل أرشيف الموقع عشرات الآلاف من الصور للوحات وكتب ومقتنيات بتعود لعدد من الكتاب والفنانين ومعروضة حاليا في 50 متحف بمدينة موسكو. في أوروبا اتعمل حفل زفاف جماعي لـ60 شاب وشابة من المسلمين، والحفل كان داخل مسجد الاستقلال، وساعدت منظمة خيرية في تنظيم حفل الزفاف وقدمت البدل للمتزوجين والفساتين للعرايس، وتم تقديم مبالغ مالية بقدر $300 هدايا لكل زوج. وقال إمام المسجد أن تنظيم حفل الزفاف الجماعي بيهدف لتشجيع الشباب على الزواج، عشان كتير من الشباب بيمتنعوا عن تنظيم حفلات الزفاف ليهم بسبب غلاء الأسعار. في مدينة لوس أنجلوس اقتحم دب بري أحد المنازل ونزل حمام السباحة الخاص بالمنزل بسبب ارتفاع درجة حرارة الطقس، وتعاملت الشرطة مع الدب بعد وصول بلاغ ليها باقتحام الدب للمنزل بعد ما فضل يتجول لساعات في شوارع لوس أنجلوس، واستمرت المطاردة لحد ما تمكنوا من الدب بعد إصابته بسهم فيه مادة مهدئة بعد ما أطلقوا عليه ضابط مراقبة الحيوانات ونقلوه للمنطقة البرية. رحاب عز الدين، الحياة في مصر. وصلنا لنهاية فقرتنا الصحفية، نشوف حضراتكم بكرة بإذن الله في أحسن حال وتغطية جديدة لأهم وأبرز ما جاء في الصحف. إلى اللقاء.